أعطت البارحة وزارة الصحة إشارة انطلاق الحملة مراقبة صحية بمناسبة شهر رمضان، وتندرج الحملة في إطار العمل الرقابي على مستوى الإنتاج والخزن بالجملة والبيع بالتفصيل. فريق نسمة رافق فريق مراقبة صحية انطلق عمله اليوم بسوق الحلفاوين، حيث تم معاينة المواد المعروضة بالمحلات المفتوحة للعمومة، وتم تسجيل عدد من المخالفات مثل التدخين وقت العمل. الحملة هذه تندرج معناتها في العمل الرقابي، تعرفوا انتم وزارة الصحة تقوم بالمراقبة نتاع الأسواق على مستوى الإنتاج، على مستوى الخزن بالجملة، على مستوى البيع بالتفصيل. احنا قمنا معناتها قبل الفترة هذه بمراقبة مناطق الإنتاج ومناطق الخزن، وتوا تعدينا المرحلة معناتها ونكسيلير لو بروسيسوس، تعدينا المرحلة الثالثة اللي هي تهم معناتها المحلات المفتوحة للعموم، وخاصة اللي قاعدة معناتها تو تعرف التحضير لشهر رمضان، ثم العديد من المواد يكثر عليها الاستهلاك، وفما مواد معناتها خاصة الحليب والريكوتا والأجبان واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، معناتها يكثر عليهم الاستهلاك، ودونك ثم تعرف انت مع حراره الطقس وعمليه التخزين والنقل نتاعهم كي ما تكونش في ظروف صحيه تنتج عنها بعض التسممات الغذائيه. واحنا في نطاق التوقي معناتها تعرف احنا السياسه نتاعنا الوقايه والحمايه نتاع المستهلك وتوعيته، دونك نقوموا بالحمله هذه.